الحمد لله المقابله ديال اليوم كانت اون فاليداسيون كونفيرماسيون ديال المقابلتين الاخيرتين. اكد المجموعه انهم عازمين على تحقيق الاماني ديال الفريق الا هو الصعود. لا تقنيا ولا بدنيا كانوا لاعبين في مستوى كبير، بالرغم من ان ارضيه المغرب الملعب ما شاهدهاش بشكل كبير، بالرغم من ان ديربي عنده طقوس خاصه، ولكن الحمد لله قدرنا اننا نحصلوا على 3 نقاط اللي غتخولنا اننا نزيدوا نستمروا في المطارده ديال الخصمين المباشرين كل من ملال وزمامنا. المقابله كانت في المستوى، كان اخطاء كاينه وكما اخطاء اللعابه كاين الاخطاء ديال الحكم، ولكن تنظن كان في المستوى المطلوب. من ناحيه التقنيه كانت المغرب الفاسي فرصه واحده تسجلوا بها اصابه، حنا كنا في مستوى عالي سيرتو خصوصا في الشوط الثاني. افتخر باللاعبين ديال الوداد الرياضي الفاسي اللي عطاو واحد الطبق تقني في المستوى العالي، ما نستاهلوش هاد المرتبه، وتنظن بان فريق الوداد الفاسي غادي يقول الكلمه ديالو، وتنتمنى التوفيق للمغرب الفاسي. كان انفعال بزاف، نقول لك المشكل كان في الباب ديال الدخول ديال سميتو، لان هذاك الباب خاصه بالدخول ديال السيارات ماشي ديال هذا، وعطانا دي باج للماتش للمغرب الفاسي ودي باج للوداد الفاسي ودي باج لابريس باش تكون الاورغانيزاسيون في المستوى. الناس استغل هذاك اللي باج اللي عطيناهم، خرج بالشاكوش وبقى تيفرق على الجمهور باش يدخلوا من ذاك الباب. مشيت انا لقيت الفضله عارمه، لا من ناحيه ديال الشرطه ولا من ناحيه، لقيت الناس تدخل تما هذيك خاصه غير بالسيارات، وهذه وقع انفعال وقع سميتو. وانا ما تنسمحش في الحق ديال الوداد الرياضي الفاسي، راه ما نسمحش فيه، واخا تكون فيها عرق واحد. ودافعوا الوداد الرياضي الفاسي وافتخروا بالوداد الرياضي الفاسي رغم الهزيمه، افتخروا بلاعبيها والطاقم التقني ديالها وبالمكتب ديالها وبالجمهور ديالها. وعندنا جمهور واخا يمكن في اقل يوم ممكن محبين تيبغيو الفرقه ديالهم، تنفتخر بهم ونطلبوا من الله باش نكونوا في المستوى في القرب العاجل ان شاء الله. النتيجه بالنسبه لي ولا الطاقم التقني فهي فوز اللاعبين جداره واستحقاق في هذه المقابله. كنهني بالمناسبه فريق المغرب الفاسي اللي خدا 3 نقاط، اما بالنسبه لي انا اللاعبين ديالنا فازوا بالمقابله في جميع الاصعده بدنيا تقنيا وتكتيكيا. كنتمنى من الناس اللي واصلين على الكره باش يتنقلوا بعد مقابلات القسم الوطني الثاني، خاصه اللي كيكونوا في الشطر الثاني واللي كيكون عندهم اهميه كبيره لبعض الفرق، باش يتساووا الحدود وتكون واحد نزهه والمغرب كله يشوف المستوى نتاع الفرق اللي كتنافس. كنظن بان هذا مطلب مشروع ومطلب نتاع اغلبيه الناس اللي خدامين في القسم الثاني، لان ملي كنشوفوا الشكايات اللي كتقدم في القسم الاول لمقابلات دائما منقولات الفازيان، فبالاحرى مقابلات اللي ما كتنقلش، فكنظن بان داكشي اللي غيكون فيها غيكون ما خفيه كان اعظم. بقينا غاديين في هذه السكه الصحيحه، الحمد لله دابا 9 نقاط، مازال 12 نقطه ومازال طلوع باذن الله ان شاء الله. الله يرضي عليهم. الحمد لله الفوز هو المهم، عندنا 3 نقاط كما كان الخصم. مباراة ديربي كانت فيها شوية الندية شوية ديال الحساسية بين الفريقين بجيج، الحمد لله 3 نقاط غادي تقربنا. عندنا ماتش واحد آخر في الملعب مع الراك إن شاء الله الحد الجاي، إن شاء الله غادي نستمروا في هاد النتائج وإن شاء الله باش نطلعوا ان شاء الله. هادشي اللي غادي نقول، الله يسخر. ولكن كانت احسن مباراه درنا هذه الموسم هي هذه المباراه، كنظن بان النتيجه غير عادله، ولكن هذه هي الكره القدم. كنهني الماس داو 3 بوان، ولكن كنظن بان حتى التعادل ما كانش المغرب الفاسي كيستحقوا، ولكن كنظن بان ادينا مباراه في المستوى. بالنسبه لي انا هذه احسن مباراه قدمنا هذا الموسم، قدمنا مجموعه المباريات ممتازه، ولكن هذه احسن مباراه متكامله. كان خصنا نماركيو وما سجلناش، هذه كرة القدم خصك تماركي باش تربح. كنظن بان حتى كما قلت حتى نقطة اليوم ما كناش نستحقها، كنا نستحقوا أكثر، ولكن هذه الكرة كنظن بان ما سجلناش، كنظن بان لو طون فور اللي كنا فيه ما جابش الله، ولكن كنظن بان الحظ ما كانش بجانبنا اليوم، كنا في المستوى. كنظن بان مجموعة من المباريات قدمنا مستوى جيد، ولكن هذه أحسن مباراة ضغطنا على الخصم، ضغطنا من أول دقيقة حتى لآخر دقيقة. ضد مجرى اللاعب كانت ضربه ثابته اللي خدمنا عليها الاسبوع كامل هي اللي سجلت علينا. كنظن بان ما نوقفوش عند هذه المباراه، مازال خصنا عندنا 30 بوان، مازال 10 ديال المباراه، وليد الفاسي غيتحسن من مباراه لمباراه. اهم شيء هو اليوم كنا كنستاهلوا اكثر وشهاده الجميع. كنظن بان
تواعدنا بيناتنا قلنا بان قبل المباراه المغرب الفاسي بغى يفوز علينا خصو يموت، واليوم المغرب الفاسي كنضرب بان مات في الديران، انتحر في الديران باش يفوز علينا.